أزمة الصندوق العقاري مستمرة والمتضررون يطالبون بحلول عاجلة وحاسمة وإنشاء 4 واحات صناعية ملائمة لعمل المرأة ضمن 6 مبادرات لمنظومة الطاقة. وأيضا معنا في هذا المساء ميليشيا الحوثي تقيم سجون سرية لممارسة التعذيب والتنكيل بالمعتقلين الأحرار، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في لقاء جديد من يا هلا. نبدا حلقتنا بالتاكيد بمتابعتنا لملف سبقا طرحناه الايام الماضيه وهو ما يتعلق بالصندوق العقاري، حيث لا تزال الازمه مستمره ولا يزال متضرر الصندوق يناشدون الجهات المعنيه بانصافهم لتوجه وتوجيه وزاره الاسكان وصندوق التنميه العقاري بتحويلهم الى البنوك التجاريه. المشرف العام على صندوق التنمية العقارية كان له ظهور معنا الأستاذ أيهم اليوسف خلال الأسبوع الماضي، وتحدث وشرح وتكلم عن هذه الخطوة وعن هذه البرنامج وعما قام به صندوق التنمية العقارية. سنتابع مقتطفات من هذا اللقاء، وبعدها حتى يكون للمهنية تواجد وهو الشعار اللي دائما ما نسعى له في برنامج يا هلا ونحرص عليه، صوت المتضررين سيكون حاضر يتحدثون بعد هذا اللقاء. هل أرضاهم ما سمعوه أم ما زال لديهم مطالب يريدونها من صندوق التنمية العقاري؟ نتابع ملخص ذاك اللقاء. كثيرين ما سددوا قروضهم من سنوات طويلة تراكمت علينا فصار عندنا عجز، لماذا لم تجنبوا المواطن المواجهة المباشرة مع البنوك؟ أتوقع ما في سعودي ما عنده قرض مع بنك. أنتم كأنكم جعلتم المواطن في صدام مباشر وهو مسكين ضعيف، يعني جاء ضعيف قدام البنوك. عندنا مشكلة أساسية عدم وضوح الرؤية. استحدث مركز أمس، مركز مستفيدين الدعم القرض المدعوم. المركز احد اهدافه عنده هدفين اساسيات، احد اهدافه تسهيل العقبات وتذليل العقبات اللي تواجه اي مواطن يتجه الى جهه تمويليه. وقعنا مع 10 بنوك، 10 جهات تمويليه، واربع 10 مصارف واربع شركات تمويل. متوسط الدخل ومحدود الدخل بياخذ دعم كامل، بياخذ مبلغ كامل، ما عنده مشكله. 80% من هذه القوائم سيتم دعمها بالكامل. اليوم الوضع مع الحجم المتزايد هذا لازم نحتاج حلول سريعة. احنا نتكلم اليوم 85,000 اسم أصدر في 2017 وهو أعلى رقم في تاريخ الصندوق. اللي قادر على السداد والبنك رفضه احنا عندنا حل. اللي غير قادر على السداد هذا ينطوي تحت برامج أخرى، هذا يمكن يخرج عن نطاق اللي نتكلم فيه الآن. إذا واحد دخل مثلا 2,000-3,000 ريال هذا أصلا كيف يقدر يسدد؟ بتشكل عليه ضغط، هذا كيف يعيش؟ بالضبط. هذول في لهم لجنه مخصصه بين مجموعه وزارات تدرس هذا الموضوع حاليا. التحصيل بيصير افضل من الوضع السابق ونظرا انه في تحصيل وبالتالي اعاده التكرار. وقد تقدمون على الخطوه ان شراء المديونيه، بيع المديونيه. اليوم عندنا الملف هذا يعني متراكم على سنوات طويله، في فريق عمل شغال عليه وقاعد يدرسه بالتفصيل. المواطن اللي عنده تخوف من البنك، اللي عنده مشكله مع البنك، اللي عنده رفض من البنك بدون اي سبب واضح، تحلونها له؟ اكيد. لو جو المواطنين خلينا نقول مثلا اللي طلعت اسمائهم 80% منهم قالوا احنا غير راضين عن الاليه الجديده، يمكن تعيدون النظر فيها؟ انا ما اتوقع على 80%. انا اقول لك اتخذ سؤالي مثل طيب. ما قلته لو هو سؤال فرضي. لا 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 خلي لو 80% قالوا ما جازت لنا هالاليه الجديده اللي انتم سويتوها في الصندوق، تسمعون لهم؟ سألت هذا السؤال، لو 80% ممن خرجت أسماءهم ما وافقوا على التحويل أو أنهم يروحون يتعاملوا مع البنوك التجارية، هل ستعيدون النظر؟ الأستاذ أيهم ربما أجاب بطريقته،
سعيد أنه يجيب ويضع نقاط على الحروف عاد مرة ثانية وذكر حتى حلول ممكن الصندوق يشتغل عليها من ضمن مركز الدعم والرقم اللي نشروه لأي استفسار لدى المواطنين حول آلية الدعم الجديدة لصندوق التنمية العقاري بإمكانهم يتواصلون. وذكر كذلك في حديث الأستاذ أيام اليوسف أنه عندهم حلول أخرى لمن لم يتلائم معه أو لم يعني يصلح له يعني ولم يتفق مع البنوك التجارية. عموما صوت المتضررين يجب أن يكون حاضر. تواصلوا معنا بشكل كبير عقب الحلقة وقالوا صوتنا ما أوجدتموه. أنا بقول كان في استفسارات كثيرة كنا نبغى الأستاذ أيهم يجيب على هذه الاستفسارات فتركناه يجيب على هذه الاستفسارات وبعدها أنتم أعطونا رأيكم، هل ما ذكره الأستاذ أيهم كان مقنع لكم؟ اتضحت هم كانوا يقولون في رؤية غير واضحة يمكن عند المواطنين فهم سعوا لهم يوضحونها، فهل اتضحت الرؤية؟ هذا ما سيجيب عليه متضرر صندوق التنمية العقاري. وينضم معنا في استديو أحدهم وهو الأستاذ سعد المشعبي، ومن جدة ينضم معنا من استديوهاتنا في جدة الأستاذ حميد الحربي وهو أحد المتضررين من صندوق التنمية العقاري، وكذلك سيلتحق بنا هاتفيا كل من محمد رميح وابو عبد الرحمن وكلاهما أيضا من متضرري صندوق التنمية العقاري، وأيضا سينضم معنا إن شاء الله هاتفيا محامي أحد المحامين طبعا اللي تبنى قضية متضرر صندوق التنمية العقاري. أرحب بضيوفي معايا، أرحب وأبدأ مع سعد. سعد حياك الله معنا، شكرا لتواجدكم معنا. شكرا أنت لاستضافتك لنا وإعطائك لنا حق الرد وهذا شيء تشكر عليك. حياكم الله. أبدأ معك على طول بسؤال، تابعت اللقاء؟ نعم صحيح. طيب عطنا رايك. تبعنا مش اللقاء هذا، تبعنا لقاءاتهم كلها وحنا كنا ننتظر خروجهم. اعطونا وجهه نظركم. وجهه نظرنا انه الرد كما كان متوقع، يعني ما كان متوقع افضل مما كان، يعني لان توجه وزاره الاسكان للاسف الشديد انه كان سلبي طوال الفتره الماضيه. سلبي كيف؟ سلبي بتجاهلها مطالبنا، تجاهلها همومنا اللي حنا نتكلم عنها، تجاهلها الاضرار اللي حنا نتكلم عنها، تجاهلها لنا. انا المستفيد الاول منك. أنا الذي يجب أنك تسمعني. إذا ما سمعتني أنا يا المستفيد من تسمع مين؟ فضلا عن أني أنا أطالب بحق، حق مشروع، بما أنك أنت سببت في ضرر لي فيجب أنك تسمعني. وكان عشمنا كبير للأمانة، وحاولنا التواصل مع الوزير وطلب اللقاء معه، ولكن للأسف الشديد أنه كان مخيب للأمال الأسلوب اللي تم التعامل فيه. وش الأسلوب اللي تم؟ للتجاهل. التجاهل من من؟ التجاهل من القائمين. هو الصندوق هو تحت مظلة الوزارة. تحت مظلة، بس عشان يعني محددين أكثر. هو الصندوق له هدف الآن، وما يتم عمله الآن هو محاولة تسريع الانتهاء من قوائم الانتظار لإغلاق الصندوق. حنا فاهمين هذا الموضوع ولا بحاجة أحد يفهمنا إياه، وهم فاهمين هذا الشيء. يعني لما تصر على استمرار إطلاقك ل7700 كل شهر مع علمك تمام العلم بأنه فاشل فشل ذريع. فاشل كيف؟ ليش حكمت عليه بالفشل؟ حكمت عليه لأن اللي جو على نفسهم طال عمرك اللي هم 2400 من 7700، علما بأنه الأرقام للأسف الشديد ترى اللي أطلقها سعادة مشرف الصندوق عندك هنا ترى غير دقيقة. قال هو أنا سألته أيه؟ قلت حتى بالسؤال الواضح لو 80% ما أعجبتهم الطريقة الجديدة يعني أنت شفت الإجابة يكفي، بس إيش يعني وذكر وجهة النظر. نعم. قال بس قال أعطاني رقم، قال لي حول 2000 وزيادة تقريبا من 7000 من الدفعة طلعت لهم الموافقة وأمورهم مشت. أسعدك الله. هم مش 7000، هم 15000. أنت أصدرت دفعتين مش دفعة واحدة. إذا أنت مشرف الصندوق ولا تعلم أنت كم أصدرت، إذا أنت مشرف الصندوق وتتكلم عن 7000 وتنسى 7000، إذا أنت مشرف الصندوق وتعتمد على حساب المواطن الذي يعتمد على الإفصاح من المواطن ولم يتم اعتماده بشكل رسمي إلى حد الآن وتعتمد عليه في إقرار مصيري، يا أخي اسمح لي أقول لك أنت يا أنك ما أنت فاهم، أنت اللي ما أنت فاهم، مش إحنا مثل ما صرحته في أحد اللقاءات، مش إحنا اللي ما إحنا فاهمين، يا أما أنتم اللي ما أنتم فاهمين. في أحد قال، قال أنتم ما أنتم فاهمين؟ اي نعم. ولا قال انتم ما يعني ما اتضحت لكم الصوره؟ لا لا، يقول ليش فشل الاقبال على 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 حد، يعني ليش فشل الاقبال على الاليه الجديده؟ قال لان المواطن ما يفهم او ما او ما هو فاهم. لك تجربه في الاليه؟ رحت للبنوك التجاريه؟ مش رحت للبنوك، انا يوميا استقبل الله يسلمك ويعافيك متضررين، ويوميا استقبل بصفتك ايش؟ بصفتي متضرر وموجود في الوسط، وكل الجماعه بما اني خرجت مره وخرجوا الاخوان مره، نفس اللي انا واجه نفس اللي يواجهون الاخوان. اصبحت الناس مثل الغريق اللي يتعلق بقشه.
يا أخي أنت ما تتكلم عن يوم يومين، ما تتكلم عن ضرر بسيط، أنت تتكلم عن انتظار سنوات. 15 سنة. 15 سنة. يعني من بالمناسبة يعني أزمة المتضررين مش أزمة سكن. أجل أزمة إيش؟ أزمة متضررين أوجدها مين؟ وزارة الإسكان. مش أزمة سكن، هي كانت ماشية أمورهم. مين اللي أوقف أمورهم؟ مين اللي تسبب في أنه يعني يتم إيقاف صرف الدفعات للمتضررين؟ هم قال حتى من ضمن التبريرات أن الآلية القديمة كان في ناس متعثرين ولا يسددون، وهذا سوى عجز عندهم بالصندوق. نعم. وخلاهم يعني يعيدون النظر في الآلية. جميل كلامك، هذا يدعنا نتساءل سؤال، يعني في حالة أن كان عندي ديون متعثرة، ما هي الحلول المطروحة واللي معروفة حتى في دول العالم؟ يعني مش عندنا احنا، يعني احنا مش غبا من الناس. في حلين، الحل الأول أنك تسقيك الديون، الحل الثاني أنك تعمل تحفيز للمدينين انهم يقدمون على السداد، بمعنى تقول لمن سيسدد الان له خصم 30% مثلا ويسدد 70% من المتبقي عليه من الآن. شوف كميه الاقبال اللي راح تجيك، او تسكيك الديون. للاسف الحلين هذه هي المتاحه. تسكوك يعني هي تسكيك الديون، بمعنى انها تعمل كسكوك وتباع للبنوك ويتم استبدالها باموال جديده تعطى للمستفيدين. هذا مش جديد على الناس. طيب خليني اروح لجده. يعني حميد ابيك تروينا تجربتك انت في مع الآلية الجديده مع البنوك التجاريه، ارويها لنا. حياك الله خالد. يا هلا. احنا من اصحاب الارض والقرض. يعني لا تستطيع ان تقدم قرضا الا ان تكون اولا متزوجا ثم عندك ارض ثم يقبل منك البنك. تقدمنا من عام 1426 إلى حد الآن ونحن نطالب بهذا القرض. يعني انظر في العمر الآن، احنا في الخمسينات، متى سنبني بيتا؟ وهل تتوقع أني أنا الآن سأذهب للبنك لكي أخذ قرض جديد لكي أبني بيت؟ وبعد عمر طويل إن شاء الله إذا توفاني الله ماذا سيكون المصير؟ أكيد البنك لن يقبل أن يكون هناك تسامح أو شيء، بل حيتم البيع وطرد الأهل ومن البيت. لا بس دقيقة، احنا هنا دقيقة الآن احنا حميد في بس دقيقة بس بهالجزئية حتى تفضل حبيبي، حتى أكون أنا بس منصف. أنا سألت حتى في الحوار في هالجزئية، القروض مدعومة بمعنى أنه عند الوفاة لا قدر الله فمؤمن عليها ويسقط القرض، هذه جزئية. الجزئية الثانية، الصندوق قال حنا بندفع الفوائد، حنا بندفع الفوائد على المواطنين. يعني فكانوا طيب. كانوا يقولون انه نفس الطريقه، بس اللي بيعطيه الفلوس البنك وحنا نبي نعطي الفوائد. فانتوا وضحوا، هل يعني طيب لكم تجربه في الجزئيه؟ سؤالي هنا ايه، سؤالي هنا، مين حيوقع مع البنك؟ انا ولا البنك العقاري التجاري؟ انا ما ادري مين حيوقع. يعني انتوا اصحاب التجربه، وروها لنا إذا تسمح لي. بس اللي يوقع أنا البنك العقاري أو وزارة الإسكان بعيدة كل البعد عن الطرفين، أنا الطرف الثاني مع البنك، وسوف أوقع بالقرض مع الفوائد، وفي حالة عدم التسديد سوف أتحمل القرض أو الفوائد. هذا الآن الواقع. طيب حميد أنت رحت للبنك؟ شايف؟ لا أنا ما رحت البنك. أنا لأني رافض أصلاً أروح البنك، لأني أنا تجاربنا مع البنك مع البنوك التجارية كبيرة جداً، والبنوك التجارية أصلاً تجارية، هي ذات ربح، تبغى ربح، ومستحيل أنها تقبل تسامح أو لا أبداً. بنوك تجارية يعني تبغى الربح. إحنا الآن صرح المشرف حق قال بأن القرارات لم تتغير. إيه؟ القرارات تغيرت، فمنها هنا ذكر المشرف العام للصندوق أن شروط البنك هي نفس الشروط السابقة، ونحن نقول يا مشرف قد جانبت الصواب، لأن الشروط السابقة تم تغييرها واستبدالها بشروط جديدة تتوافق مع شروط البنك مثلها. بس إحنا نذكر أشياء من تقرير سمة، عدم وجود متعثرات، الملاءة المالية المواطن المالي
هل هو يحتاج أن ينتظر هذه السنوات الكثيرة حتى يبني بيت من قرض العقاري؟ أبدا، سوف يبنيه بنفسه هو. ثم الخدمة، ثم العمر، ثم التقاعد، ثم الموظف الخاص، هؤلاء كلهم مطرودين من البنك العقاري. طيب خليك، لن يستفيدوا من القرض العقاري. خليك معي برجع لك. تفضل يا أستاذ. خليك معي، بس معنا اتصال من أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن مساك الله بالخير. راسلتني يا أبو عبد الرحمن وقلت عندك شيء تبي تقوله بخاطرك، يلا خلينا نسمعك من أخوك. والله أنا ما أود أتكلم عن مسألة خاصة لي شخصيا. لا أبي أبي تجربتك وأنا أخوك وبعدين أحكي أنت عن وش اللي ما جاز لكم بتوجه صندوق الأخير. الحقيقة مسألتي أكيد كثير من الناس لكنها موجعة طبعا. تصور أنك أنا مقدم عام 1430 إيه؟ بعدين طلع اسمي في عام 1415 وطلع اسمي عام 1430 15 سنة. أنت مقدم 1415؟ إيه نعم، وطلع اسمي في عام 1430 15 سنة. إيه؟ طبعا مبكر ما طلع اسمك كان قادر إنه أنا كان بشرط الأرض، قرض بشرط الأرض. إيه؟ بعدين طال عمرك أمهلنا إلى 1439 يعني شوال القادم. ففي الحالة هذه الإنسان طبعا خلاص في يعني تقريبا في خريف العمر يبغى يأمن العيال وبيته، فاضطر أنه يعصر نفسه ويتقاعد. وقدرت أني أجبرت نفسي أتقاعد ربع سنتين، لكن اعتبرت تقاعد مبكر. إيه؟ طال عمرك فجمعت طبعا شو اسمه التعويضات، تعويضات الخدمة، تعويضات الإجازات كذا مع اللي جمعها الإنسان من شقة العمر. إيه؟ وشرينا أرض، الأرض طبعا أكيد كانت غالية، هو في المكان اللي يبغاه يعني طبعا لأن أراضي الإسكان وأنا في مكان أماكن بعيدة جدا عن المدارس عن كل شيء عن مصالحنا. إحنا الإنسان دور إنسان أرضا قريبة، شرينا أرضا قريبة. طبعا جمعت جميع المطلوبات اللي هم يطلبون اللي هي مخطط البناء، فسخ البلدية، تقرير سمة، عدم وجود مديونة مديونيات، من راتب تقاعدي. ورحنا رحت المندوبين للمسؤولين في البنك قالوا لي انتظر انتم بيطلع بكم قرار يا اهل المهله. ايه بعدين انت رحت البنك العقاري؟ رحت للصندوق العقاري. نعم وقالوا الصندوق العقاري وقالوا ان انتم بيطلع بكم مهله لان احنا ما طلع فينا القرار متاخر. ايه اول شيء كان طالع للمنتظرين احنا اخرنا شوي. المهم لما طلع بعدين قريت تصريح مدير الصندوق يقول ان ما معناه ان جهازنا غير يعني تحويل على البنوك. طبعا في حاله زي حالتي انا مصعوبه شوي لان عمري 58 سنه ومؤسسه النقد نعطيها عمر افتراضي لحياه الانسان انها 64 سنه بعدها يموت، لذلك ما يعطونها قرض اكثر من 64 سنه للاسف. فطبعا اذا اخذت قرض الى من 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 الان الى 6 سنوات ما راح يعطونك اكثر من 200,000. طبعا 200,000 في مدن مزدحمه زي مثلا الرياض او جده او القطر. 200,000 ما تبني شيء، 500 اصلا ما تبني. وكان عشا من اول ان انا اخذ 500 تسدد على 1000 كنت ببالك تبني بهال 500,000 اللي لا 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 ما تبني 500 خليك من شوي. ال 500 طال عمرك انها بس انها متصل لها انها اقساط على شهريه 1667 بعدين اخذ قرض اخر لاني لسه ما وصلت مثلا ثلث الراتب، اخذ قرض اخر عشان اكمل الثلث حدود ال 200 اضيف على ال 500 تصير 7 مثلا اقدر ابني. لكن الان البنك الصندوق العقاري منعني من 500 والبنك التجاري يعطيني 200 200 ما تبني شيء وخصوصا مدن مزدحمه زي الرياض يعني مدن مزدحمه تعرف مدن كبرى ما يمكن 500 ما تبني شيء. فطبعا الواحد صار زي صدمه الان اذا كانوا في اعمار زينا يعني مستحقين جدا اكثر ناس استحقاقا احنا والارامل والمطلقات والخبر يعني مو من الحالي لكن الناس الاخرين اللي حالاتهم إذا كان منشأ صندوق وزارة الإسكان لخدمة المحتاجين ولا خدمهم طردهم، إذا ما بدي خدمنا وين نروح له يعني؟ هذا اللي يعني الواحد إلى الآن يعني صدمة صعبة الإنسان إنه يتجرع يعني. طيب أخيرا أبو عبد الرحمن وش تبي تقول؟ أخيرا يعني شو السبب في الوقت؟ أبو عبد الرحمن أسلم وش تبي تقول بس أخيرا؟ أبدا أخيرا أقول أن لابد من إرجاع الناس يعني الى قرض ال 500,000 يسدد قسط 1667 وزي ما ذكروا الاخوان الموجودين ما يعدون في الشروط لانه انت بتشكل مواطن اللي تبغى تعقده هنا يكمن السؤال وشكل وزاره الاسكان والصندوق العقاري
تخصصهم التفنن في تعقيد المواطن، هذا اللي نستمتع به الصراحه، ويمكن نستمتع به الشباب يعني الباقيين المنتظرين. جميل. فهذا يعني اعتقد انه انا شوي حس النفس شوي انها انشئت لخدمتنا انها تتحدانا او شيء وتحولنا على البنيه التجاريه وقروض واشياء، يعني انا ما نقدر عليها صراحه. جميل، شكرا لك ابو عبد الرحمن، وصوتك وصل، الله يعطيك العافيه، وتابع معنا اللقاء بعد الجماعه ان شاء الله، الشباب مو مقصرين في انهم يعني يوصلون نقاط اللي في بالكم جميعا، اللي نتمنى انه الصندوق يسمع، يعني لا تخصبون العالم لما يسمعون لكم، بس اسمعوا لهم، يعني اسمعوا لهم واسمعوا مرياتهم، في النهايه دعمكم لمين رايح؟ لهؤلاء، واسمعوا لهم وشوفوا، يعني اجلسوا معهم تناقشوا معاهم، يعني لا تصير المساله سجلات بس اعلاميه وتصاريح اعلاميه بس وتطلع، لا، انا اتوقع وجود حلول جذريه مهمه جدا، يعني ما بين من سيستفيد من هالقروض أو من المفترض أنهم يستفيدون من الدعم الحكومي لهم ومن الصندوق بعد. احنا متابعين، بس استاذنك سعد واستاذنا حميد معنا هالفاصل القصير، وبعد الفاصل للحديث بقية مع متضرر الصندوق العقاري. أهلا فيكم مشاهدين الكرام، نتابع حديثنا ونقلنا لصوت متضرر صندوق التنمية العقاري، ويتابع معنا في الاستوديو أحدهم الأستاذ سعد المشابي، ومن جدة حميد الحربي أحد متضرر الصندوق العقاري. سعد، يعني أنا يمكن سألت استفسارات كثيرة كانت مطروحة وجمعتها حتى قبل الحوار، وحرص أني أسألها الأستاذ يهم اليوسف اللي حتى تواصلنا معه مرة ثانية، وقلنا له عندنا حلقة أخرى استكمالية وبيكون فيها أهم نقطة صوت المواطنين، فنبيكم تدخلوا معنا. فالجماعة ما تفاعلوا معنا، يعني ورغم أن الحلقة الأولى كانوا حريصين أنهم يطلعون معنا، وحتى كلمونا شركة العلاقات العامة الظاهر اللي هم متعاملين معها اللي من إحدى الدول العربية، ويعني حتى كلمتني أنا شخصيا ضار واحدة من اللي يشتغلوا معاهم في شركة العلاقات العامة من دبي، وكانوا حريصين حتى بيرسلوا محاور، فقلت حنا ما نتقيد بمحاور، حنا نعطيكم محاورنا، فأتمنى بس أنهم يعني يتفاعلون أكثر وينقلون صوت المواطن. المواطن في النهاية هو المستفيد مما تقدمون، اسمعوا صوته، للنهاية هو يقدم المواطن وحق للمواطن أن يقدم له هذا الدعم. سعد، استفسارات كثيرة، وأنا سألت أتوقع غالبية الأسئلة سألتها لأيهم الأستاذ أيهم اليوسف وأجاب عليها، ومن ضمنها حتى مسألة قلت اللي ما في ناس رواتبهم 3000 ريال متقاعدين ما هو قادر أن يروح للبنك التجاري ويتعامل معه، قال هذول عندنا لهم حلول، وحتى قال ذوي الدخل المنخفض اللي ما يقدرون هذول احنا في لجنة مكونة من أكثر من وزارة بإيجاد حلول لهم، فما رأيكم؟ لا، مو ما رأينا، هذه ما تمرر كذا يا أستاذ خالد. ليش؟ مشرف الصندوق مش قال لنا في حلول لهم، الصندوق سابقا يقبل اللي عنده راتب واللي ما عنده راتب، اللي عنده وظيفة واللي ما عنده وظيفة، يعني 500,000 اللي كانوا موجودين عندك ترى بعضهم موظف بعضهم غير موظف، بعضهم عنده جدارة بعضهم ما عنده جدارة، مش كلهم على نفس الرتب، وكنت تقبلهم سابقا بشرط الأرض. اللي أصرح فيه المشرف حفظك الله لو تركز معي في الحلقة معك، قال أن هذولا خارج نطاق صندوق العقاري باللفظ بالحرف، يعني قصده انه يحتاجون الى مثل التنميه الاجتماعيه، وزاره التنميه الاجتماعيه، وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، نعم سيتم تحويلهم. هل هذا ما تم الاتفاق فيه مع صندوق التنميه العقاري سابقا؟ يقدمون عليك وتوقفهم سنوات وبعدين تقول انت الان خارج نطاق الصندوق، هل هذه هي الاحترام المواثيق؟ يا اخي خلني من النظام، ومن هل هذا من مبدا احترام المواثيق بين الناس انك توعدني وتخلف؟ عيب يا اخي، انت جهاز حكومي كبير. طيب وش تطالبون؟ يعني انا صوتكم ان شاء الله انه بيوصل، وش تطالبون فيه؟ خلينا نختصر مطالباتكم. والله المطالبات كثير، لكن اذا سمحت لي في نقطه بس للتوضيح. ايه، الارقام اللي تم ذكرها في الحلقه السابقه لمشرف الصندوق ارقام تحتاج التدقيق، لان النسب يعتمد عليها كثير ويبنون عليها كثير ويقرر عليها دائما. الارقام ما عجبتك؟ مش ما عجبتني، الارقام تعطي عكس ما يقولون. لما نقول ان 2400 مواطن توجهوا للبنوك
ولم يستفيد من 2400 إلا 22 مواطن، بمعنى أن كل 100 مواطن ذهبوا للبنك استفاد منهم مواطن واحد، هذا يعني بأنه 1% نسبة الاستفادة من قروضك، فكيف تحكم عليها بالنجاح؟ هذول 2400 فقط اللي راحوا على أنفسهم 1%، فما بالك لو 15,000 كلهم راحوا وكلهم بنفس كيف النسبة. كيف جبت الإحصائية أنه فعلا 1% اللي راحوا؟ إحصائيتهم هم، مش أنا اللي قلتها، أن 22 فقط هم 222 مواطن اللي طلعت لهم موافقة، وفي ناس لا يقول اللي استفادوا اللي استلموا فعليا 22 مواطن، يعني مواطن الكل 100 مواطن، كارثة هذه كيف تقولها. الحاجة الثانية تدفقات الصندوق النقدية اللي صرحوا فيها أنها 4 مليار، أربعة مليار لن تكفي يا سيدي الكريم، 200 إذا قلت أنت تتحمل 80% من قوائم الانتظار اللي هم 540,000، يعني تقريبا 427,000 مواطن، 4 مليار تدفقاتك النقدية ما راح تغطي ماكسيمم بالكثير 200,000 مواطن، وهي متناقصة لأنها تدفع فوائد للبنوك غير مستردة، ترى اللي كنت تعطيني إياها سابقا مسترد، بعد 25 سنة بترجع 500، تعطيني 500 ترجعها 500 قرض حسن، لكن الآن اللي أنت قاعد تعمله اللي قاعد هذا أنا أسميه، يعني اسمح لي يعني إذا جاز التعبير، حرق الرأس مال الصندوق بعد 25 سنة أنت. نقطة مهمة ثانية، القرض المدعوم لما تقول أني أضمن استدامته، القرض المدعوم غير موجه لقوائم الانتظار ما بعد 32 لأنها تحولت تلقائيا للإسكان، للإسكان هذا موجه لي أنا، يعني بمجرد صرف آخر اللي كانوا بدون شرط الأرض، اللي بدون شرط الأرض أريد يروحوا للإسكان. وإذا تسمح لي حنا إذا في وقت معنا في وقت باختصار أساس طيب برجع لك أنا، خلنا نروح للجدة حميد. يعني في نقطة حتى في يعني البعض طلعت لهم موافقات وبعدين قالوا أنه ما عندنا أرض وأمهلوا سنتين وهم ينتظرون، حتى بعض المضار يدورون أراضي لهم، تفاجأ أنه لا خلاص ما لكم إلا البنوك التجارية. هم 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 للأسف دخلوا ضمن اللائحة، دخلوا، بس أنا عندي ملاحظة هنا. أسلم دخلوا في لا لا عندي ملاحظة هنا في التصريح حق وزير الإسكان والمشرف، 80% من الموجودين سوف يستلمون. أنت عارف كم حتصرف عليهم دعم؟ 8 مليار، 8 مليار أنت حتسلمها دعم للبنوك، والتدفق حقك زي ما قال أخ سعد 4 مليار، من فين نجيب الأربعة الثانية؟ صح. هذا السؤال نبغى إجابة عليه. وهم يقولون ما عندنا، وهم يقولون ما عندنا ميزانيات يعني الفترة الماضية. عجيب، يعني الأمر عجيب، أنت بتدعم 8 مليار ضائعة غير مسترجعة، وتقول أبغى استدامة مالية، من فين تجي الاستدامة المالية؟ يا أخي إحنا قالوا عننا ما نفهم، طيب هذا افهموها، من يفهم هذه النقطة؟ 8 مليار دعم والدخل حق صندوق 4 مليار، طيب يا أخي أعطينا الدعم ذا 8 مليار، إحنا حق فيه مو هو البنك. وبعدين في نقطة ثانية هناك الأخ المشرف يقول 500,000 هل هذه هي قرض أم هبة؟ نقول له هذا حق للمواطن أقرته الدولة ولن نتنازل عنه بالأنظمة. الدولة عندما وضعت 500,000 للمواطن صاحب الهوية ولم تقل الذي معه ملاءمة مالية أو شيء، لا قالت المواطن، جميع المواطنين من حقهم هذا القرض، ويأتي مشرف أو يأتي وزير أو يأتي ويقول لا. يا أخي فين نروح احنا مواطنين؟ المواطن هو الذي بنى هذه الدولة، المواطن هو الذي يحميها الآن من الشمال والجنوب، المواطن هو الذي تعب في هذا البلد، أليس من حقه سكن؟ قسما بالله العظيم هذا شيء لا ينبغي، والله نحترق مساء ونهار. ليك التعامل لماذا؟ طيب خلينا نرجع للدراسة اللي وضعوها الوزارة. هل الدراسة هذه وضعت لها أسس؟ هل درست حالة المواطن؟ أم تعمل دراسة وتنزلها وتطلعها وتقول تطبقوها؟ طيب والمواطن أين هو من الدراسة حقتك؟ فين هو المواطن؟ يا أخي والله العظيم الآن عندي رسالة جات من أخوان أبو فهد الحربي من الرس ومن بريدة، يقول ذهبنا للبنوك، ذهبنا للصندوق العقاري في عملية الإنشاء، قال لم نجد شيئاً، لم يتوجه له، والمشرف حق الصندوق يقول لقد احنا اوعزنا كل صناديق انها تبدا بهذا العمل، اين العمل هذا؟ الان ابو فهد الحربي يتكلم من بريده وبالراس يقول نحن ذهبنا للصندوق العقاري نطلب الانشائي على اساس انه يعطونا القرض انشائي، قال لم ياتينا اي توجيه. هذا
ماذا نسمي هذا؟ تلاعب بالمواطنين أم ماذا؟ طيب خليك معنا هي ألام، خليك معنا، ما أدري من يسمع صوتنا. بإذن الله صوتكم يصل معك، تفضل. ومنبرنا لكم بإذن الله. معنا محمد رميح. محمد مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي الكريم. الوقت داهمني محمد، بس لخص، ما في مشكلة. لخص معناته. أنا عندي سامع، تفضل. أنا عندي الله يحفظك نقطتين. النقطة الأولى أنها الصندوق العقاري، ويعني الإدارة الجديدة والصندوق العقاري كيف تصرفت مع القروض السابقة، يعني تعاملت معهم بطريقة يعني عجيبة. في ناس صدرت لهم الموافقة واعتمدت أسماءهم وقيل لهم احجزوا موعد، حجزوا موعد ومع ذلك قالوا لهم انتهى موضوعكم، انتقلوا للبنوك، يعني نسفوا جهودهم بالكامل اللي هم يعني اعتمدوا على الموافقة السابقة اللي قدموا بعضهم لهم 15 سنة وأكثر. فأنا أستغرب كيف يعني دائرة حكومية وتمثل يعني جهة خدمية تنسف هذه الأشياء بلحظة. ثانيا أنا استمعت حقيقة للمشرف السابق اللي هو المشرف الحالي اللي هو أيهم يوسف معك في الحلقة السابقة، وسمعت الحجج اللي قالها كلها سواء في الحلقة أو في غيرها. عنده تقريبا ثلاث حجج. الحجة الأولى يقول إحنا نبي تحصيل، دقة التحصيل. دقة التحصيل ممكن يستعين ببنك التسليف، بنك التسليف دقيق في تحصيله. ثانيا القروض السابقة اللي ما سددت يعني نحن ما لنا علاقة فيها، أنت فاهم معهم يعني ليش تحملنا خطأ سابق تحولنا للبنوك؟ يعني تشوف إنك حمال أسية لمن قبلك يعني، فبالتالي أنت ما تبي تتحمل. يعني لو عندك تجربة سابقة سلبية مع أحد ليس معنى ذلك إنه الكل يطبق عليه، يعني هذا اللي تبي توصل له. نعم، وأيضا هو أصلا ترى تغير النظام، صار أصلا من 5 سنوات يحول راتبك على حساب على طول يخصم، يعني ما في مجال. هذا كل أغلب المتخلفين عن السداد قدماء، من 5 سنوات وتالي ما في أحد متخلف. حتى مؤخرا يعني مؤخرا الصندوق غير الآلية وخلى الصرف مجرد 33% من 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 راتب المواطن، يعني ما كانت 1666 لا رفعوها إلى 33 مما يملك من راتبه، وأيضا قصر المدة. وأذكر كان في قرض معجل طبقوه فترة وما أدري إيش صار عليه بعد، بس ما نجح القرض المعجل، لكن هم كانوا في حلول تحصيل ممتازة، كانوا يستطيعون يحصلون على القرض اللي من راتبه أعلى يحصلون عليه بأقل من المدة اللي يقولون. طيب 25 سنة. طيب وش أيضا الحجة هذه الحجة هذه مرفوضة، ما في إحتاج تحول البنك تجاري تقول لي راح اقترض علشان دقة التحصيل. بنك التسليف تجربة رائعة ولا يفوت عليهم ريال واحد يحصلون براهمهم كاملة، هذا واحد. اثنين يقولوا ان القرض المدعوم ما يتأثر به الا القليل، اللي راتبه قليل سندعمه، واللي راتبه كثير لا سنخليه يدفع فوائد البنوك التجارية. وهذا الكلام طبعا غير دقيق، لانه اللي راتبه قليل لن يحصل على 500 لانه راتبه قليل ما يغطي حتى يتقاعد، هذا واحد. اثنين اللي راتبه كثير انت ليش تخليه يدفع فوائد؟ ما هذا ما هو بقرض، هذا صار دعم، يعني هو يسميه دعم الان للي رواتبهم قليله مع انهم يرجعون القرض كامل للبنك يسميه دعم، بينما اللي راتبه كثير يقول لا انت ستدعم البنك التجاري باموال. فبالتالي ما صار دعم، صار دعم للبنوك. طبعا النقطه الهامه هو يحتج، يعني هو اصلا اعطني النقطه الهامه والاخيره وانا اخوك عشان النقطه الهامه والاخيره يا اخي الكريم إسلام. هي انه يقول ان النظام اتاح لنا التنسيق مع احد، مع طرف ثالث لاستحصال اللي هو القرض، مع انه الان ما عاد قرض. يعني هو يقول ان النظام، طبعا هو هذه نقطه واحده بالنظام بقى فقط، تقول له ينظم العلاقه بيننا بحيث انه ممكن هو يسحب منه. وكان المقصود بهذه انه ينظم مع الدوائر الحكوميه انها تخصم القسط من رواتب الموظفين. هو استعملها بطريقه يعني قد نسميها تعسفيه، انه يحولك البنك التجاري، ولاحظ يقول رحت عقد معه وانا ابحول الدعم، يعني ما يقول انا ابدعمك وابدفع خليهم يدفعون، لا انت عاقد بالكامل ثم سنحول لك في وقت لاحق. فبالتالي اليوم الصندوق عنده خطه انه يتخلص من الرقم، يقول انا عندي 85 الف بالسنه اطلع اسمائهم. هل هذا يعني معقول؟ اذا كان اليوم اطلع دفعتين والثالثه بعد 10 ايام كلها 7000، ما راح منهم الا 200 او 22 مثل ما قال الزميل. فبالتالي يعني هذه خطه حالمه. طيب غير دقيقه، وانا استبعد نجاحه، لكن نفس الوقت اتمنى ان الصندوق يلتزم بمن اقرضهم سابقا، يعني انت وافقت عليه مش اموره،
اذا عندك خطط جديده انت كم نجحت الان بالاسكان؟ كم وفرت من بيت؟ كم نجحت في خططك الاسكانيه؟ الاسكان كم بدا مشروع؟ كم عنده مشروع متعثر؟ ليش المشروع هذا الناجح الوحيد تعرقله وتتسبب بايقافه؟ دعه يمشي. اذا نجحت بمشاريعك وسكنت اللي هم وزاره الاسكان وسكنت 80% منهم، تعال ارجع اللي تقول والله انا عندي. جميل، شكرا لك محمد، صوتك وصل. وانا اخوك محمد الرميح. اخيرا ابيك تلخص يعني وش مطالبكم، وبروح لحميد بعد بجده يعطينا اضافه اذا كان عنده اضافه. الله يسعدك، ابشر. اولا بس نقطه بس صغيره جدا، لانه باختصار عشان الوقت اعتمدوا في بنائهم على بنائهم الاليه الجديده على انه تم اعتماد 110 الف مواطن وتم خدمه 20 الف، لذلك يقول لك ما استفادوا، صح؟ بسبب ايش؟ بسبب اشتراطاتك التعجيزيه اللي انت وضعتها. لان قبلك بسنه على وقت المهندس يوسف الزغيبي الله يذكره بالخير، في سنه واحده فقط 50 الف مواطن تم استفادتهم كاملا. هذا يعني ان المشكله ليست في المواطن وليست في الصندوق، المشكله في الاشتراطات التي اوجدتها يا مشرف الصندوق عندما توليت انت الصندوق. هذه نقطه. حلولنا ومطالبنا واضحه وصريحه وبسيطه جدا، واعتقد انها من حقوقنا. اول جزء منها في اللقاء. اي نعم. اولا تحويل صندوق التنميه العقاريه لبنك الاسكان. يكون له موارد ثابته ويخدم المواطن بشكل مباشر، بعيدا عن تحويلنا للبنوك التجاريه كما كان سابقا، هو صندوق يبقى صندوق ولكن بمسمى بنك. اعطاء تحفيز للمدينين يا جماعه الخير عشان تستردون مبالغكم، عشان اوجدوا الحلول لاستردادها، لا توجدون حلول لتضييعها. يعني راس مال الصندوق الان انت تعاني من من من, من عدم وجوده، فعلشان توجد حل لاستعاده راس مال الصندوق لا تحولنا للبنوك وتدفع الفوائد وتحرق راس مال الصندوق بدون استعاده، رجع مبالغك من عند المواطنين اللي راح يتعاونون معك باذن الله. الثالث تصكيك اصول الصندوق. الرابع اعاده ارض وقرض اللي احنا مستمرين عليه، هو المشروع الوحيد الناجح يا استاذ خالد من تاسيس تاسيس الدوله. جيب لي مشروع سكني ناجح في الصندوق العقاري وما جيب غيره، ما في، ما ظل هذا هو الوحيد اللي نجح. خمسه يا اخي، اليوم في الصين ثلاثة شهور يبنون لك الله يسلمك ويعافيك وحده سكنيه ب 50 ألف دولار. انا ليش احتاج ل 500 الف ريال علشان ابني لي وحده سكنيه والله ببني المصمك؟ انت عطني حلول واوجدها لي للمواطن وشوف المواطن بيكون معك ولا لا. وزارة الإسكان فشلت في خفض الأسعار، وزارة الإسكان فشلت في خفض الأسعار للعقارات وسبب وأسعار المساكن، والمشكلة الحقيقية في تضخم الأسعار. تضخم في رسوم الأراضي البيضاء. كان المفترض أنها تكون حلول، لكن للأسف الشديد بعد إقرار التسعيرة الأخيرة حقت ذا كان يؤده في المهل. لنا وقفة إن شاء الله حتى مع رسوم الأراضي قريبا بإذن الله. أخيرا الالتزام بالمواثيق والعهود، يجب على الصندوق الالتزام. يا أخي التزم بما وعدت فيها الآخرين، التزم بمواثيقك، التزم بعهودك. هذا مخالف للشريعة، مخالف لما يطلبه ولي الأمر. ولي الأمر يطلب أنك تلتزم بما وعدت به المواطنين، ولا يقبل أنك توقع بهم ضرر مباشر. طيب خلينا نروح حميد من جدة. حميد أخيرا، وش النقطة الأخيرة اللي تحطها قبل ما خلص؟ تفضل. والله شوف، هي أول شيء أنا عندي رسالة لولاة الأمر حفظهم الله. تفضل. نحن في هذا الوطن لن نشق عصا طاعة لولي الأمر مهما كان. نحن عندنا مشكلة في السكان نعم، ولكن لن نجعل للمندسين بيننا أن يثيروا بلبلة أو أي شيء. هذه رسالة مهمة جدا، ونحن في مضطرين جميعا نقول لا لمن يتحدث عن ولاة الأمر أو العلماء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بالله هذه معايا الصورة، شايف يا أستاذ خالد؟ هذا عسكري. وصلت ولا ما وصلت؟ شوف هذا عسكري يحمل حدود، شايف؟ ايش فيه؟ يحمل حدود. اي نعم. راتبه 10600، تقدم للبنك على أساس يطلب قرض عقاري، كم عطوه؟ 94000. 94000 ماذا يشتري فيه؟ سيارة؟ ولا يبني فيه بيت؟ ولا شقة أبو 20 متر. ها؟ ولا شقة. بالله أسألك بالله، ماذا سيفعل ب 94؟ طيب هذا واحد. اثنين، تعال شوف الهدر المالي. الهدر المالي، تفضل. هذا الهدر المالي. بعد 13 سنة سوف ينفق البنك 193 مليار بدون رجعة. بالآلية الجديدة 193 هباء منفق، هذه لن ترجع. هذا لن ترجع. ليه؟ فوائد. طيب يا أخي أعطيني 193. لا، هذه فوائد البنوك، أعطيني إياها يا أخي. أعطيها المواطن، خليه يبني فيها.
طيب حميد، هو صبر 17 سنة 12 سنة يصبر ثاني. طيب حميد وقتنا داهمنا وأنا أخوك وإن شاء الله أخيراً أشكركم للاستضافة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الله وفي سعيكم. شكرا لك. هالملف إن شاء الله إحنا مكملين فيه بإذن الله، يعني موضوع ملف الإسكان من ملفات الإسكان والبطالة، هذه القضايا المهمة جدا تهم المواطن بالتأكيد بنتكلم عنها. أشكر سعد المشعبي. إحنا اللي نشكرك والله أستاذ خالد، مش أنت اللي تشكر. شكرا لك. شكرا كذلك لحميد الحربي اللي كان معنا من جدة. شكرا لكل من شارك معنا من إخواننا المتضررين من صندوق التنمية العقاري. سمعنا وش قال مدير الصندوق العقاري، سمعنا اللي المواطنين اللي المفروض أنهم هم يستفيدون. الصبر وياك محتاج صبر، يمكن هذا أبلغ رد للإسكان ومشكلة الإسكان. المواطن كل ما يبي شيء بسيط سكن وهو ينتظر سنوات، وفرتها يمكن يبقى ينتظر والأمل بالله كبر. وانت ما حد للعشرة مصير، الصبر وياك محتاج الصبر يا حبيب الروح، هذا ما يصير. راح عمري وانت ما عندك خبر، وانت ما حددت للعشرة مصير. كنت اظنك ما بقى لي من عمر، كنت اشوفك بين كل الناس غير. كنت اظنك ما بقالي من عمر، كنت اشوفك بين كل الناس غير. ما عرفت اختار والدنيا عبر، اعترف ان الخطا مني كبير. ايه ابي انساك لو كنت النظر، صعب عاشر شخص ما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عزمها إنشاء 4 وحدات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة ضمن 6 مبادرات لمنظومة الطاقة ضمن برامج التحول الوطني، حيث من المنتظر أن ترتفع وفقا لهذه المبادرة نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28%. للحديث أكثر عنها ودورها في توطين العمل المرأة ينضم في الاستديو مدير قسم الفرص الاستثمارية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الأستاذ علي الأمين. علي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، حياك الله وحيا السادة المشاهدين. واحة صناعية والمستهدف المرأة، فكر لنا هاللغز. ممتاز. طبعا في البداية هي مبادرة ضمن مبادرات مدن ضمن منظومة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية للتحول الوطني 2020، اللي هي طبعا هي أولى خطوات رؤية 2030. بالبداية الواحة عبارة عن مدينة صناعية مخصصة للصناعات الخفيفة والغذائية والدوائية، وتكون أو تتميز في قربها للنطاق السكاني. بتكون وين؟ طبعا عندنا حاليا 4 واحات اللي هي في الأحساء والقصيم وينبع، والأحساء والقصيم وينبع وهذه حاليا في المنطقة الغربية. اي في المنطقة الغربية في ينبع. نعم، والجوف. والجوف نعم. فهذه المدن الصناعية، هذه الواحات الصناعية إن شاء الله راح تكون متوزعة على، والطموح أكبر طبعا بالانتشار بالمدن الصناعية الأخرى. الأهم أنها تكون قريبة من النطاق السكاني، متوفر فيها الخدمات البنية التحتية والخدمات العامة، فضلا إلى الخدمات اللي تحفز عمل المرأة مثل الحضانات، النقل، مراكز تدريب متخصصة، وهذا بحد ذاته راح يخلق بيئة مناسبة لعمل المرأة. يعني طيب يعني دوركم انكم بتهيون البنية التحتية في الواحة ولا ايش بتقدمونه للمرأة حتى يعني يكون عندنا فعلا توطين للمرأة في الجانب الصناعي؟ ممتاز. هي مجرد انك توفر البيئة او البنية التحتية المناسبة، مجرد ان تكون الواحة قريبة من النطاق السكاني، القطاع الخاص اكيد راح تحفز انه يدفع استثمارات ويبني استثماراته في هذه المناطق. لوجستيا مناسبة. هي شبه ما تكون حاضنة أعمال مثلا ولا كيف؟ الحاضنة هي
طبعا مفهوم مختلف تماما. وعلى فكره الواحد عشان تطلع الصوره بس يعني اكثر، لا هي مدينه صناعيه قريبه من النطاق الصناعي، يكون فيها شركات ويعني راح يكون فيها، نستهدف الصناعات، نستهدف مراكز البحث، نستخدم فيها، نستهدف فيها مراكز التدريب، طالما هي قريبه من وهذا اللي لمسناه في في المصانع الموجوده حاليا، قربهم من المدينه الصناعيه يا اما راح يزيد طبعا، راح يحفزهم استثماريا لقربهم من المواد الاوليه او لتقديم منتجاتهم مباشره. طيب كم 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 يعني نسبه الاستهداف بالنسبه لكم من خلال الواحات؟ طبعا ان شاء الله احنا نقول الهدف حقنا 28% زي ما ذكرت سابقا، انه ترفع النسبة إلى 28%. 28% القوى العاملة النسائية عندنا. نعم. كم الحين النسبة عندنا حنا؟ والله حاليا النسبة متدنية إلى حد ما، لكن فيه مصانع عندنا في على سبيل المثال في الرياض فيها عدد أو نسبة تتجاوز 80% من المصنع، بل بعض خطوط الإنتاج تدار بالكامل من طاقم نسائي احترافي. بس كم 1% ذو تلقى واحد ولا اثنين؟ طبعاً يعني من اللي يساهمون بالقطاع الخاص فعلا في توطين المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، مو بس عشان يأخذون يعني طاقات ولا نطاقات ولا هالسوالف. لكن بعض الأنشطة الصناعية لا تتناسب مع عمل المرأة، مثل الصناعات الثقيلة اللي فيها صخر أو ما يلام المرأة، يعني ما يلام بيئة المرأة وطبيعة المرأة. بالمقابل المصانع أو الأنشطة الصناعية الخفيفة، وفعلا هذا لمسناه من جميع المستثمرين عندنا، جميعهم متجه هذا الاتجاه، وفيه محفزات من قطاعات ذات علاقة في حال توظيف طيب المرأة. أنا بكمل معك وبتكلم عن التحديات بعقب الفاصل، خلنا نطلع فاصل قصير ونرجع. أهلا فيكم، نتابع حديثنا عن الواحات الصناعية التي تعتزم الهيئة العامة للمدن الصناعية، مدنها إن شاء الله يعني تنشئها من خلال مبادراتها للتحول الوطني 2020. نتابع تعليق عليها في الاستوديو مدير قسم الفرص الاستثمارية في الهيئة العامة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الأستاذ علي الأمير. علي، قلتم أن الهدف عندكم أو من المنتظر أنكم ترفعون نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28%، بس الحين بعطيك رقم انه نسبة القوى النسائية العاملة عندنا بالسعودية كتوتال كمجموع ويدخل فيها المدرسات وغيرهم تمام في كل القطاعات 14.11. ما تشوف انها يعني نسبة كبيرة انكم تبون توصلون للدبل؟ طبعا 28% هي عبارة عن نسبة القوى العاملة النسائية داخل الواحات في القطاع الصناعي، في القطاع التجاري، في القطاع التعليمي. فأنا أشوفها نسبة، خلي من النسب، كم تتوقع من فرصة وظيفية يمكن توفرها أربع واحات صناعية؟ 2000 سنويا إلى 2020، الهدف 8000 وظيفة سنويا. نعم، لا بنهاية 2020 راح يكون الواحات تبي توفر 8000 وظيفة. نعم، بإذن الله. نسائية. نعم. طيب التحديات اللي يمكن تواجه يعني والمفترض أنه يتم التغلب عليها حتى يتحقق هذا الهدف. ممتاز، احنا طبعا عملنا دراسات وشفنا قصص النجاح اللي حصلت في المدن الصناعية الحالية، فاكتشفنا أن في تحديات واضحة اللي هي المسافة، وتغلبنا عليها بإيجاد واحات قريبة من النطاق السكاني. طيب النقل، بحكم أنها قريبة فبلا شك النقل راح معاناة النقل الآن كثير من معاناة يعني تكلمنا عنها في البرنامج كثير مرة، النقل من ضمن ثر المعاناة. صحيح. كم تصرف على يعني أما تكاسي ولا أوبر وكريم وغيرها، ولا حتى لو يكون عندها مثلا سائق أو تشتري سيارة، يعني هالأمور مكلفة. أتفق معك. اللي حاصل الآن في الوضع الحالي وقصص النجاح الحاصلة أنه دائما المصانع توفر وسائل نقل لموظفينها، ومدن ما عندها استعداد تستقطب القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمة. الآن في حلول ذكية زي ما كلنا عارفين، فإن شاء الله هذه برضو مقدور عليها. التحدي الآخر برضو إيجاد الوسائل والمقومات مثل حضانة الأطفال، مراكز تدريب المتخصصة،
مراكز ترفيهية بيصير فيه بعد مراكز ترفيهية، مسطحات خضراء، مخطط الواحة بحد ذاته مختلف عن المدن الصناعية الاعتيادية. فهذا بحد ذاته راح يجتذب القطاع الخاص اللي هو صراحة العامل الأكبر أو العملة المؤثر الأكبر في توظيف النساء. طيب أخيرا، عندنا كان ما يطلق عليها بالمدن الاقتصادية، كانت تجربة موجودة سابقة، وخلنا نتكلم بكل شفافية، يعني يمكن البعض، هناك من انتقد، هناك من أشاد على تجربة المدن الاقتصادية، لكن البعض رأى أنها لم تحقق هدفها. ألا تخشون لا تحقق هدفها هذه الواحات بعد؟ لا طبعا، كل الواحات وكل الدراسات اللي عملت تشير إلى حاجة ماسة لهذا النوع من التوجهات. شفنا قصص نجاح بظروف ليست بالظروف الحالية بالواحات، فنتوقع إن شاء الله أن الواحات راح تحقق نجاح باهر، وبدأنا بواحة الأحساء الآن، وبدأنا تخصيص بعض المصانع. أنت بتخلص تجهز إن شاء الله واحة الأحساء الآن فيها مصانع منتجة بدت يعني؟ نعم. وباقي والباقي الجوف وينبع كلها تم تخطيطها وتم ترسية البداية البنية التحتية والأمور يعني في كل الواحات ماشي فيها بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق. شكرا لك علي العمير، مدير قسم الفرص الاستثمارية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، يعطيك ألف عافية. ما زلنا معكم، فاصل ونرجع. أهلا فيكم. أنشأت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح 480 معتقل سري في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتهم، وكل هذا بهدف أنهم يخفون السجناء اليمنيين الذين تم اعتقال معظمهم قسريا. شوفوا التقرير وعرفوا الحكاية. أنشأت ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بعيداً عن الإنسانية 840 معتقلاً سرياً في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرتهم بهدف إخفاء سجناء اليمنيين الذين تم اعتقال معظمهم قسرياً. وبحسب تقرير حديث للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، فإن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى التعذيب بالحرق والإعدامات السورية. وأشار التقرير إلى أن الميليشيا حولت عدة مباني حكومية وأهلية إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنى حكوميا و27 مؤسسة طبية و49 جامعة و99 مدرسة و25 ناديا رياضيا و10 منازل إلى سجون سرية. وضمنت اللجنة تقريرا نحو 16804 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وأخفاء قسري ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق مدنيين. وأثبتت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي مارستها الميليشيا بحق اليمنيين. وبحسب الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفيا، فإنهم يعانون أحوالا نفسية وصحية سيئة بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له، وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت فعليا. وأخضعت ميليشيا الحوثي معتقلاتهم السرية لحراسات مشددة دون السماح لأي شخص بالدخول إليها عدا القائمين على السجون. وأجبر الحوثي 99% من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو حتى عالمي أو اجتماعي. وإنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن الميليشيا لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته. وتقوم ميليشيا الحوثي وصالح باختطاف الأطفال من المدارس دون معرفة أهاليهم والزج بهم إلى مسرح العمليات العسكرية، حيث قامت قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن مؤخرا بتسليم 52 طفلا جندوا على الحدود اليمنية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية بعد عمل منسق مع عدد من المنظمات الدولية ومنها الصليب الأحمر واليونيسف. للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا في الاستديو صحفي اليمني الأستاذ ناصر الشليلي. أستاذ ناصر مساك الله بالخير. مساك الله بالخير، شكرا لتلبيتك الدعوة. أهلا وسهلا بكم. سجون سرية
يخفي فيها الحوثي والمخلوع الكثير من المعتقلين اليمنيين ويخفونهم كذلك عن منظمات حقوق الإنسان، ما التعليق؟ أولا يجب أن نعلم أن الحوثيين وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حولت الوطن إلى سجن كبير، ليس فقط معتقلات معينة بعدد معين كما ورد في التقرير، كل المحافظات التي سيطروا عليها تحولت إلى سجن كبير لأبناء الوطن، ولذلك عندما تحررت الكثير من هذه المحافظات وباتت تحت سيطرة الشرعية حوالي 80% من أراضي الجمهورية اليمنية عاد الأمل لأبناء الوطن إلى عودة الحرية. كل هذا العدد الكبير من المعتقلات السرية، تحويل المدارس وتحويل المنازل وتحويل المقرات الحكومية وتحويل المستشفيات التي كان يفترض أن هذه المنشآت تقدم خدمات لأبناء الوطن، كان مفترض أن المدرسة تقدم العلم لأبناء الوطن، وكان مفترض أن المستشفى يقدم الرعاية الطبية لأبناء الوطن، عندما تتحول هذه المرافق الخدمية إلى معتقلات فأعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية عن طبيعة هذه الميليشيا وطبيعة تفكيرها وطبيعة الدور الذي تقوم به في كبت حريات أبناء الوطن وفي منعهم من التعبير عن رأيهم، وإن تسنى لأحد منهم التعبير عن رأيه فمصيره سيكون إحدى هذه المعتقلات. طيب يعني الخبر ذكر أن ميليشيات الحوثي تعمدت إخفاء هويات المشركين على السجون والمعتقلات التابعة لها وأنهم يتعاملون بالكنى والألقاب، ماذا يعني هذا الأمر؟ أولا ليس في هذا الجانب، هم لا يخفون فقط المشرفين على السجون، كل المشرفين الذين يتبعون هذه الميليشيا لا يعرفهم عامة الناس إلا بأبو أحمد أبو علي أبو صالح الكنى. طبعا بهذه الألقاب لأنهم يعلموا أنهم قد أوغلوا في عداوتهم لأبناء هذا الشعب، وأن الشعب اليمني لن يسكت عن حقه في طال الزمن أم قصر، وسيأخذ بحقه من هذه العصابات، ولذلك يعتمد على هذه الألقاب وهذه الكنى ظنا منهم بأنهم سيهربون من المساءلة ومن الملاحقة القانونية في قادم الأيام. طيب يعني المنظمات الحقوقية العالمية، منظمة Human Rights Watch على سبيل المثال وغيرها، كانوا يتحدثون عن يعني بعض الانتهاكات وكان يتهمون فيها قوات التحالف والقوات الشرعية. كان هناك رد حتى أمس، كان مؤتمر الصحفي والأستاذ المنصور تحدث وفند كل هذه الادعاءات بالحقائق بالأرقام بالواقع، واعترف حتى في جزئية الخطأ اللي كانت موجودة وأنها كانت غير مقصودة. وهذول يخبؤون ويعتقلون اليمنيين في سجون سرية، يعذبونهم بالجلد بالكي بالكهرباء بكل شيء، يعذبون أبناء بلدهم اليمنيون يعذبون يمنيين لأن هؤلاء يتبعون لإيران وأذناب إيران وهؤلاء أبناء اليمن. مفارقة غريبة عجيبة في موازين العدل العالمي. أولا اسمح لي أن أقول لك وأن أعلق على ما ذكرته آنفا، أبناء الشعب اليمني لا يعتبرون أن هذه الجماعة يمنية على الإطلاق، لو كانوا يمنيين لما أوغلوا في عداوتهم لأبناء هذا الشعب بكل هذا الحقد وبكل هذا الإجرام. ليسوا يمنيين على الإطلاق، اليمني هو من يحافظ على أخوه اليمني، اليمني هو من يحرص على دم أخيه اليمني، اليمني هو من يبحث عن حل لأخوه اليمني. هؤلاء ذهبنا معهم في التفاوض فلم نجد معهم حلول، ذهبنا معهم في كل مكان، جلست الحكومة الشرعية على طاولة التفاوض في الداخل وفي الخارج، قدمت الكثير من التنازلات، لكنهم كان لهم هدف واضح ومعين هو بسط نفوذهم وسيطرتهم تنفيذا للتوجيهات التي تأتي إليهم من طهران. ولذلك فأنا أقولها بالفم المليان وعبر قناة روتانا وفي برنامج جهلة أن اليمنيين الأحرار لا يعتبرون هذه العصابة أنهم من أبناء الوطن. في الجانب الآخر أود أن أشيد وأشكر الأخوة في التحالف في المؤتمر الذي عقد أمس، الأخ المنصور كان واضح، وهذه شجاعة تحسب للتحالف أنهم عندما يحدث خطأ يقولوا هناك خطأ ويتكلم بمنتهى الشفافية، لكن الميليشيا لأنها تتعامل بعقلية الميليشيا لا تمتلك الشجاعة، لذلك تلجأ ويخفون السجون، لذلك تلجأ إلى حتى إخفاء معتقل. بالضبط 480 معتقل يعذبون فيها أبناء اليمن، هؤلاء هم الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح. يعني فأتوقع أن كل يمني شريف وعاقل يحب بلاده ويحب أرضه
أتوقع ما عاد بقي عنده شيء ليعرف حقيقة هؤلاء، وأنهم ليسوا إلا أدوات للخارج يريدون أن يدمرون هذا البلد. أخيرا ماذا تقول؟ هناك ذكرى في هذا اليوم بالذات، هو تشكيل صدور قرار رئيس الجمهورية قبل عام مثل هذا اليوم بتشكيل الحكومة اليمنية، وتكليف الدكتور أحمد عبيد بن ذغر بتشكيل الحكومة، ولها مرة لها عام. كثير من الإنجازات تحسب لهذه الحكومة، لكن عبر قناة روتانا أود أن أناشد هذه الحكومة أيضا بأن المرتبات أبناء الوطن في وضع مزري للغاية، يحتاج الحكومة أن تقف موقف مسؤول مع هذه القضية. جميل، شكرا لك الأستاذ ناصر شليلي الصحفي اليمني، كنت معنا، وإن شاء الله قريبا ويبدو لي قريبا إن شاء الله سنحتفل سويا بعودة صنعاء إلى قلب الشارعية وإلى قلب اليمنيين، لأن هؤلاء كما ذكرت ليسوا من اليمن وليسوا من أهل اليمن. شكرا لك، الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدينا، الكلام فاصل ونرجع. أهلا فيكم. طبعا كانت هذه كل الملفات التي لدينا على طاولة أهلا لهذا المساء، البرنامج الذي هو صوت لكم وصدى كذلك لصوتكم لكل مواطن وللوطن كذلك ولقضايا وهموم الشارع والمجتمع. شكرا لكم، شكرا لكل من تابعنا. غدا إن شاء الله نلتقيكم بإذن الله كالعادة الساعة 8، بس دقيقة لا تغيرون القناة. جالس قاعد تابعنا، وكنت أتمنى أنك تحضر الحفل الجماهيري الكبير اللي يقام الآن في مركز الملك فهد الثقافي للفنان خالد عبد الرحمن ورابح صقر. ما لقيت لك تذكرة؟ خلصت التذاكر. النساء مش محاضرين، تقدرون تتابعون الحفلة بس وين؟ على روتانا خليجية. بعد الفاصل إن شاء الله موعدنا مع الحفل الجماهيري إن شاء الله للاستيقاظ في الرياض لخالد عبد الرحمن ورابح الصقر، اللي منقول لكم على روتانا خليجية. في السيارة تقدر تسمع كذلك عن طريق روتانا FM. أشكركم، غدا إن شاء الله نلتقي، وعيشوا طلب الليلة في أمان الله.